سعيد جدا بالحضور ديالي في هذا المهرجان الدولي اللي كنفتخر به دائما، وكنحيي من خلالكم كل السينمائيين وكل صناع السينما المغربية والعالمية، وكنحيي الأصدقاء ديالي الفنانين اللي حاضرين هنايا، وكنحيي الزوجة ديالي لنزار كراكي والابن ديالي سعد المجرد، حتى هو كنقول من عنده السلام لكم كلكم، وكنحيي الإعلاميين كلهم وتبارك الله عليكم. البشير التكريم ديال النعمة والمشرقية شنو كيعني؟ الله يرحمها ويجد عليها الرحمات، هذيك كانت أمنا هذيك، وكنفتخروا بها، والله يرحمها ويجد عليها الرحمات، والله يطول عمر كل الممثلات والممثلين المغاربه. هادشي قضيه هو تيدير يبغي يرضي جميع الادوار، وانا كنحيي فيه هذه المساله هذه، ماشي هو بوحدو، تبارك الله كل الشباب الان كي يعني كيجتهدوا كيعطيونا الجديد زوين، تبارك الله عليهم كلهم. قريب انا وياه قريب ندير واحد الاغنيه، الاب كيتكلم مع ولده ان شاء الله، دايما معنا تكون موفقه ان شاء الله. انا هذه عندي من المسائل المهمه، هي اني في المنتديات والمهرجانات كانت مغربيه او دوليه احضر باللباس المغربي، لا يعلى عليه. دابا اللباس المغربي الا ما تعرفوهاش الناس نقولها لهم، راه وصل لعالميه، وراه دي ستيليست معروفين اللي ولاو تياخذوا. شوفوا شحال ديال الخدمه، شوفوا شحال ديال الخدمه، يعني هذا الشيء الطرز ديال اليد، وهذا الشيء ديال 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 الطنبات، وداك الشيء راكم عارفين. اذا واش غادي نلقاو احسن من القفطان؟ ومهرجان الدولي ديال مراكش حتى حنا خصنا نبانو باللباس ديالنا. وعافاكم بغيت نشكر الصحافه، لان هي الجسر بيننا وبين الجمهور، وتتوصل الكلام ديالنا وتتوصل الصوره ديالنا. وشكرا للتقدير ديالكم، وشكرا للمتابعه ديالكم. و مغاربه احنا مغاربه احنا مغاربه احنا مغاربه. واذا قلت الراي ديالي يمكن يتفهم غلط، يمكن يتفهم غلط، احبذ كل الاطلالات المغربيه، يعني كاين المناسبات اللي نقدروا نلبسوا فيهم اطلالات اخرى. وانا كنت حاضره في مهرجان كان، وجابوا لي واحد النهار جابوا لي لباس غالي ديال، قلت لهم لا، لن انافس الاوروبيات، لن البس. هذا ماشي يعني ان داك الشيء ماشي هو هذاك، ولكن افتخر بقفطاني، ولبس القفطان فوق البساط الاحمر في مدينه كان وفي لوس انجلوس وفي السويد وفي مهرجانات، وحتى في مهرجان القاهره، يعني تبارك الله. انتم تشوفوا كنلبسوا، كيقول لك لبس قدك يواتيك، واللي يعجبك يجي يواتيك، وصافي. راه كما كتعرفوا اللباس ديالنا كي داير. الفنانه تعلمنا منها الكثير، لعبت الدور ديال الام ديالي في مجموعه ديال الافلام وديال المسلسلات، والدورات الاولى ديال المهرجان كانت هي من الدورات الحاضرات في الدوره الاولى، كنقول لك انا في 2001، وكانت مسكينه تنصحنا وتجي وكتقول لي لا انتم الشباب، يعني كنهضر لك راه 21 عام، لا انا باقا شابه راه ماشي مشكله، وكتقول لنا اجيو وتحضروا وتعطيو الصوره. اش غنقول لك اختي، الله يرحمها، ولكن هذيك راه في الذاكره المغربيه وفي التراث المغربي وفي السينما التقليديه المغربيه، راها حاضره ابدا، لن يكون متاخرا بقدر ما يكون عربونا باننا نتذكرها وبانها في قلوبنا وبانها حاضره. انا فرحت كثيرا لاننا يجب ان نتذكرها دائما، هي وغيرها. والصراحه مجموعه ديال الفنانين باقين الرواد اللي خصنا كذلك نذكرهم، اللي قبل مني انا من لا جينيراسيون القديمه، بقى الفنانه صفيه الزياني، ملكه العماري، شعيبيه العذراوي، عائشه ساجد، يعني واحد المجموعه ديال الفنانات اللي هما الصوره ديال الفن التقليدي، زعما ما غنساوهمش. خص غير الشباب نعرفوهم يعني بشكون هما الناس اللي وضعوا الركائز ديال التلفزيون وديال السينما المغربيه وديال الاصول المغربيه. اولا انا الافتخار ديالي هو انتم بعدا، لانه كتعطيو واحد الوقت للفنان المغربي والممثل، وعجبني الحال بزاف، لانه اول مره كنحضر وما كنتش كنتصور بانه بهذا القيمه وبهذا يعني الامور، يعني الحمد لله، يعني كنحس بانه انا فخور بلادي. حضرت مهرجانات اخرين، واول مره كنحضر مهرجان ديال مراكش، لانه كنت باغي ندير مازال اكثر اعمال سينمائيه، وان شاء الله هذا العام غادي نبدا بارتيغ 2025 ان شاء الله في اعمال يعني لغرون تيكرون ان شاء الله. انا امام شرقي بالنسبه لي يعني بحال فرد من افراد العائله، لانه يعني كبرنا معها لا في الشاشه
وواحد الانسان اللي كانت حنينه ويعني مالوغوزمون ما عرفتهاش شخصيا، ما كانش عندي يعني الحظ باش نعرفها شخصيا، ولكن هضروا عليا بزاف ديال صحابي وتيهضروا لي عليها، وبيان سيغ راه هي قلبها باين لا في التلفازه لا في الحوارات ديالها، وخلات بيان سيغ خلات بصمه كبيره، وغادي توحشوها بزاف يعني السينما الماروكي، غادي فقد يعني واحد الممثله كبيره بزاف. ان شاء الله كاين لو سبيكتاكل اللي كنوجد ان شاء الله في 2025 سبيكتاكل جديد اللي غيكون فيه لومور لا شونسون، وغادي يكون فيه ان بو دو تو، غادي يكون ان شاء الله في كاين اللي غيكون في المغرب وكاين اللي غادي يكون ان شاء الله على برا المغرب. واحد الحاجه اللي بغيت نقول هو انه ما عمرني غادي ننسى الحب اللي عطاوني المغاربه، واللي عمرني باسكو واحد الوقيته فاش كنتعطل على نخرج شي حاجه كيبان لي بانه كنجي كنلقى راسي الناس مازال تيفكروني ومازال كيغنيو اغاني ديالي، وما عمرني غادي نقدر نرد لهم هذا الحب هذا، وكنشكرهم بزاف.